سيكولوجي خاصة في أول مباراة في هذه الدورة؟ أول مقابلة ديما تلقاها صعيبة، الحمد لله اللي فزنا بها، مازال مقابلات واحد أخرين وراح نكون إن شاء الله إن شاء الله ونديرو كونفيونس ونديرو ثقة كبيرة، مازال مقابلات إن شاء الله. واش كان يمكن تجمع ليبيا في خط الدفاع؟ يعني ما قدرتوش تلقاو الحلول بيان سور راح يلعبوا كونتر كونتر الشعب تاعنا راح يكونوا فور بيان سور. الحمد لله المهم 3 بوان. كيف صبتوا الاجواء اليوم في ملعب نيلسون مانديلا؟ صافي بليزير كي تشوف الاجواء كيما هذه، تخليك ديما تخمم، تخليك ديما تمد افو. ان شاء الله حنا الشعب تاعنا الجزائري معانا ان شاء الله. احمد واش